في اخبار منتشره كده واتمنى انها تطلع غلط انهم هيعملوا جزء خامس من فيلم جون ويك يا اخوانا. اول حاجه انا شايف ان ده قرار غلط، لان انت ممكن تطلع شخصيات جديده من عالم جون ويك زي فيلم باليرينا كده اللي هينزل سنه 2024 من بطوله انا دي ارماس. تاني سبب والاهم، انا شايف ان السلسله كده هتتحلب زياده عن اللزوم وهتفقد قيمتها. لو رجعت جون ويك تاني للحياه فانت كده بتضيع تاثير النهايه الملحميه اللي حصل عليها في الاخر. الراجل بعد اربع اجزاء بيعاني وبيت قلم اخيرا حصل على السلام والحريه، نهايه صادمه علمت مع كل اللي بيحبوا الشخصيه. فانا اتمنى ما يعملوش جزء تاني الصراحه ويجيبوا شخصيات تانيه جديده. قول لي انت رايك في الكومنتات وبيس.